بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب مهندس موقع ملاحظات هامة وسريعة عن نجارة الأسفل. يجب وضع العروق على جانبي الأعمدة بمسافة تسمح بسقوط كأعلى قمر. لاحظ حضرتك هنا في الصورة ده العمود، لو ده ساف سوليد سلاب هنا هيبقى فيه قمر، فالقمر دي سقوطها بيبقى كبير، يعني لو ارتفاع الدور مثلا 3 متر فسقوط القمر مثلا 70 سنتي، فاللي بيبقى 2 متر 30، العرق ارتفاعه 72، العرق ارتفاعه 72 هيكون اعلى من اعلى الكمره، فعشان كده ما ينفعش نحط العروق تحت الكمر، فلازم نحط العروق على جانبي الكمر. طب احنا نعرف منين الكمر واحنا لسه ما عملناش الكمر ذات نفسه؟ فعشان كده بنيجي على عند الاعمده ونيجي على يمين الاعمده وعلى شمال الاعمده طبعا طبقا للوحه يعني. لذلك ما ينفعش العروق تتحط على صف العمود، لازم احط العروق على يمين العمود وعلى شمال العمود، على الاقل بمسافه 20 سم مثلا، 20 30 سم ابعد عن العمود 20 30 سم عشان اسيب مكان لإيقاع القمر. بشكر حضراتكم وبسألكم الدعاء لي ولأبي ولأمي، وجزاكم الله عز وجل خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.